بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الثامن، اليوم أنا وياكم يمس رح نحل أسئلة درس السلطة القضائية، أسئلة درس السلطة القضائية. فمشان هيك يا ثامن، الآن حضلي دفترك وامسك قلمك، خلينا نحل مع بعض أسئلة الدرس. السؤال الأول، عرف ما يلي: السلطة القضائية، ما المقصود بالسلطة القضائية؟ أخذناها يا ثامن، هي التي تسهم في استقرار الدولة وتعزيز قوتها عن طريق تنظيم سلوك الأفراد وعلاقتهم بها وضمان تطبيقها على المواطنين من غير تمييز. هي التي تسهم في استقرار الدولة، هي التي تسهم في استقرار الدولة وتعزيز قوتها عن طريق تنظيم سلوك الأفراد وعلاقتهم بها وضمان تطبيقها على المواطنين من غير تمييز، على المواطنين من غير تمييز. المجلس القضائي، ما المقصود بالمجلس القضائي؟ شو يعني المجلس القضائي يا ثامن؟ هي قمة هرم السلطة القضائية، قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، وهو صاحب الصلاحية القانونية، وهو صاحب الصلاحية القانونية في الإشراف الإداري على القضاء النظاميين في المملكة. المحاكم هي الجهات التي تتولى مهام السلطة القضائية، هي الجهات التي تتولى مهام السلطة القضائية في الأردن، وهي مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، هي مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. علانية الجلسات، أي أن المحاكم مفتوحة أمام الجميع ويحق لهم متابعة الجلسات بشكل علني، أي أن المحاكم مفتوحة أمام الجميع ويحق لهم متابعة الجلسات بشكل علني. مبدأ فصل السلطات هو أحد المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية، ويهدف إلى توزيع المهام بين السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية، القضائية. هو أحد المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية ويهدف إلى توزيع المهام بين السلطات الثلاث: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. 2، بدنا نحكي عن مهام السلطة القضائية. إذن السؤال الثاني، بدنا نبين مهام السلطة القضائية. 1، إقامة العدل بين المواطنين. 2، النظر والفصل في المنازعات المعروضة أمامها. 3، الحفاظ على حقوق المواطن. 4، إرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص. السؤال الثالث، عدد المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي في الأردن. 1، استقلالية القضاء. 2، المساواة أمام القضاء. 3، علنية الجلسات. 4، مجانية القضاء. 4، تكون جلسات المحاكم علنية إلا ببعض الحالات تكون سرية، يعني الجلسات في بعض الأحيان بتكون علنية، لكن في هيك بعض الأوقات بتكون سرية. شو السبب؟ مراعاة للنظام العام. السؤال الخامس، ما دور المواطن في تحقيق أهداف السلطة القضائية؟ معرفة حقوقه وواجباته وحرياته الأساسية والإلمام بالقوانين والأنظمة.
أنظمة. إذن معرفة حقوقه الأساسية، معرفة حقوقه وواجباته وحرياته الأساسية والإلمام بالقوانين والأنظمة. هيك يا ثامن بنكون كملنا حل أسئلة الدرس. بتمنى منك إنك حليت كل الأسئلة معي وتبعت معي أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله.